طيب نروح لموضوع هام. امبارح حدث في العاصمة الإدارية الجديدة وهو انطلاق النسخة الثانية من الفعاليات الخاصة بسمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت في العاصمة الإدارية، وده بيضم نخبة من أمهر نحاتين العالم من 12 دولة. بيستمر أو تستمر فعاليات هذا الحدث حتى يوم 31 من أكتوبر، وبيضم السمبوزيوم مجالات ومدارس مختلفة من النحت على الرخام وكتل الأحجار الضخمة وكمان الحديد الخردة. إيه هو السمبوزيوم لافيستا ده؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. النسخة الثانية من سيمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت انطلقت فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم نخبة من أمهر نحاتين العالم بمشاركة 18 فناناً من 12 دولة، هي إيطاليا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا والمكسيك وكندا ومونتينيغرو وشمال مقدونيا وتشيلي، بالإضافة إلى مشاركة إفريقية من دولة بنين وتركيا بجانب نحاتين من مصر. وتستمر الفعاليات حتى يوم 31 من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. يضم السيمبوزيوم مجالات ومدارس مختلفة من النحت على الرخام وكتل الأحجار الضخمة والحديد الخردة والستانلس ستيل. وقبل أن تنطلق أعمال النحت، تم عمل جولة سياحية للفنانين المشاركين بعد وصولهم إلى القاهرة، شملت منطقة الأهرامات ومجمع الأديان ومتحف الحضارة لتعريف الضيوف بحضارة مصر وثقافتها وتاريخها. الأعمال الفنية بعد إنتاجها من المقرر أن تزين العاصمة الإدارية الجديدة لتحسين الصورة البصرية والذهنية، وسوف يستمر عدة أعوام لتتحول المدينة لأكبر متحف دولي مفتوح. كما أنه من المقرر أن يقام حفل الختام وافتتاح المعرض للأعمال الفنية والمجسمات التي تم إنجازها يوم 31 من أكتوبر مع تكريم الفنانين المشاركين.